طلعت من المدرسة من تالتة إعدادي تقريبا. بنوتة زي ديت لما تبقى حدادة مش عيب ولا حرام. إيده اليمين بمعنى أصح. اللي أنا بعمله بتحب تعمله. محتاجني ضروري أنزل معاه. بقى يجي يقول لي ده يعني بتعمل شغل الرجالة اللي طالعين معايا ما بيقدروش عليه. بعد الشغل خالص ادخل طبعا اغير هدومي احط الميك اب بتاعي ابقى بطل بنوته بقى. من ناحيه الفرق ما بين الولد والبنت باللي انا عشته مفيش فرق. انا قررت ان انا اشتغل حداده. انا في البدايه اصلا هي كانت هوايتي، انا كنت حابه كده، انما طبعا الظروف كانت وحشه معانا شويه وكده، فقلنا يعني ايه اللي بمعنى اصح بالعبر الصريح ان هو توفير يعني حق الصنايعي، يعني احنا يعني اللي هو هيدي للصنايعي دوت احنا محتاجينه. بطه من صغرها معايا موجوده في قلب الورش من صغرها، اي مكان اروحه تيجي معايا فيه اللي انا بعمله بتحب تعمله، تقلد في كل حاجه انا بعملها. اول ما عرفت ان هي عايزه تشتغل انا اعترضت وزعقت معاها وبقيت اتخانق مع باباها مش راضيه اخليها تنزل الشغل عشان هي بنت وما ينفعش انها تقف في ورشه وكده. خدتها زي لعبه في الاول وكانت صغيره عن كده يعني غاويه قوي من صغرها يمكن من حوالي 7-8 سنين في السن دوت، وكانت بتطلع مع بابا على اساس ان هي طالعه معاه زي اي عيل يطلع مع والد الشغل. فشويه شويه لقيتها بقى بتشتغل وبقى يجي يقول لي ده يعني بتعمل شغل الرجاله اللي طالعين معايا ما بيقدروش عليه. انا كنت في مدرسه وكنت مكمله دراستي عادي، طلعت من المدرسه من ثالثه اعدادي تقريبا. لما قررت ان انا اسيب المدرسه يعني مش كان قراري برضو لوحدي، كان قرار الظروف معايا بمعنى اصح. والدها جه الظروف كانت مخبطه معايا وكده ومش قادر ان هو يجيب صنايعي معايا، قالت له انا هنزل معاك اشتغل معاك في ورشه. في شغل بابا محتاجني فيه انزل، ما فيش شغل مش يعني ممكن هو يخلصه لوحده، طبيعي ان انا ما انزلش، مش بنزل في كل الاوقات، محتاجني ضروري انزل معاه. بنوته زي ديت لما تبقى حداده مش عيب ولا حرام، تكفي انها يعني بتنافس اللي عايزاه. انا معتبره نفسي ان انا الولد الكبير عندي، هو برضه بيعتبرني كده. ايده اليمين بمعنى اصح. بطه اللي بتبقى في الشغل بتبقى بطه 100 راجل، بطه ما فيش زيها اصلا. انما بقى بعد الشغل خالص ادخل طبعا اغير هدومي احط الميك اب بتاعي ابقى بطه البنوته بقى. في حاجات لسه ما بعرفش اعملها، في حاجات لسه ببتدي ان انا اتعلمها، مش حكايه ان انا بعرف كل اعمل كل حاجه او اي حاجه. انا من هوايتي برضو ان انا بحب الرسم جدا، متعلقه برضو بيه جدا، من ايام الدراسه الموهبه دي بدات تظهر عندي.